اختتمت فعاليات المعسكر التدريبي الخامس لإعداد الكوادر التطوعية في بورسعيد بتنظيم من مؤسسة حياة كريمة، ويشارك في هذا المعسكر أكثر من 220 شاب وشابة من محافظات مختلفة منها الفيوم وبني سويف والقليوبية وبورسعيد مع ورش عمل ومحاضرات لتنمية مهاراتهم في مواجهة الشائعات وتوظيف التكنولوجيا في العمل التطوعي واللياقة البدنية والإسعافات الأولية ودور مصر في القضية الفلسطينية ومكافحة الإدمان والتدخين. وتم تقديم المحاضرات وورش العمل والأنشطة بالمعسكرات بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومكتبة الإسكندرية.